مما لا شك فيه مصر بتعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم كله. خلال السنين اللي فاتت كان في تحول كبير في قطاع السياحة وحصل نمو في أعداد السائحين بشكل ملحوظ، وأعتقد كلنا لاحظنا ده في الفترة اللي فاتت. يعني فعلا يا منى، كمان الإحصائيات بتقول كده. السنة اللي فاتت كان في ارتفاع في إيرادات السياحة بنسبة 121%. خلونا نشوف آخر التطورات اللي حصلت في قطاع السياحة. تعتبر مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، فهي تجمع بين تاريخ غني وثقافة متنوعة ومواقع طبيعية ساحرة. وعلى مر السنوات شهدت مصر تحولات سياحية ملحوظة، لكن الفترة الأخيرة حدثت طفرة سياحية ملحوظة أدت إلى زيادة في أعداد السائحين القادمين إلى البلاد. وحيث أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 121.1% خلال العام الماضي بقيمة 10.7 مليار دولار، وسجلت أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي نمواً بنسبة 46.6% إلى 11.7 مليون سائح مقابل 8 ملايين خلال العام 2021. وأفاد التقرير أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، ويبلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6% من إجمالي عدد السائحين، ثم العرب وتبلغ نسبتهم 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، ثم الأمريكان ويبلغ عددهم 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيراً سائحون من دول أخرى ويبلغ عددهم 619 ألف سائح بنسبة 5.3%، وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الوافدون لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنمو نسبته 39.7%.